بعد الاجتماعات الماراثونيه اللي كانت مع وزاره الداخليه ووزاره الماليه ووزاره التجهيز والنقل في هذه المحروقات، الحمد لله واحد 50% ديال المهنيين بربوع المملكه بداو كيستافدوا، لان كان مشكل كبير ديال المنصه، كان من الصعب الدخول اليها. الحمد لله راه داركوا هذا الغلط اللي كان فيها، بعد مهنيين استافدوا، بعد مهنيين باقي ما استافدوش. تدريجيا حنا مواكبين، كاين اداء الحمد لله صاغيه في الرباط. حنا كنا كننتظروا العالم يتقاد في هذا الترافع ديال هاد الماده الحيويه ديال المازوت، ويكون الثمن مناسب، لان حنا كبدنا هاد الزياده المهوله ديال المازوت وما زدناش على الزبون ديالنا. جميع السائقين بربوع المملكه، حنا الوحيدين اللي في العالم سائق سياره الاجره بقى كيهز الزبون ديالو بنفس السعر اللي كان شحال هادي. كانوا بعد الحويجات اللي خرجوا، ولكن كانوا هذوك الناس خدامين بدون مسؤوليه. الحمد لله النقابات راه تدخلوا، الدعم راه كيجي تدريجيا، مساله وقت وصبر، راه حنا صابرين ومواكبين. والحمد لله الامور غدا على احسن ما يرام، ما بغيناش نخلقوا هذيك الفوضى في الشارع، ذاك الاحتقان ديال الشارع، لان المهني ولا كيقسم المازوت ولا كيقسم المدخول ديال الوليدات ديالو مع المازوت. كنتي كدي 100 درهم ديال المازوت وليتي كدي 60 درهم 40 درهم، كل وليتي كتهزها من ديك 100 درهم اللي كتجيب وكتعطيها للمازوت. كان مشكل ومشكل كبير، والحمد لله راه تدريجيا حنا غاديين مع الاثمنه ديال المحروقات، والامور غادا بشويه بشويه وحنا مواكبينها. بالنسبه للدعم، هو جا في الاسم ديال صاحب العربه اللي عنده الكارد جريد في سميتو، داك صاحب العربه هو اللي عنده العقد النموذجي. ملي كتوصل بهذيك 1600 درهم، دوك جوج سائقين اللي في ديك السياره راه كتم نقسموها لهم على جوج، كل واحد كياخذ 800 درهم ديالو. كاين بعض المشاكل ما نقولوش، الحمد لله جميع الملاكين اداو للشيفور هذاك الامانه، ما نقولوش هكا. كاين بعض المشاكل، ولكن الحمد لله انتم كصحفيين كتبلغوا معنا هذه الرساله، الناس تفهمت وعرف بان ذاك المازوت اللي في ديك السياره راه واحد الوقت كان بواحد الثمن ودابا اصبح بواحد الثمن. هذيك الزياده اللي مزيوده في ديك الريزيرفوار راه زادوا هذوك جوج شوافر، خاصو يتفهم هذا الشيء، وراه الحمد لله هذاك الشيء غادي بشويه بشويه. سمعت بحال الحويجات هادو. بالنسبه الى غادي تحيد الدعم على المازوت، راه ممكن يكون التدخل مع الوزاره الوصيه، يمكن الى بقى المازوط هو هذاك ما 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 نخافش، يمكن الى نزيدوا في التسعيره ديال المازوط. لا يمكن، ما يمكنش، لان الخضره كتوصل غاليه. علاش غاليه؟ لان داك اللي كيجيبها لك، داك اللي كيجيبها لك مزود عليه المازوط في الطريق. الى غتحيد عليه المازوط غتوصل لك بواحد الثمن، ما يمكنش. حنا الى المازوط بقى غادي والدعم ما عندناش، راه يمكن وممكن ومن المستحيل نبقاو نشتغلوا بحال هكا، خاص الزياده في العداد.